طيب خلينا نبدأ شرح المحاضرة رقم 11 في الإلكترونيكس. محاضرة رقم 11 بتتكلم عن السوبر بوزيشن. إيه فكرة السوبر بوزيشن أو إيه هو السوبر بوزيشن؟ السوبر بوزيشن فكرته إن هو يعني سيركت أناليسيس ميثود بستخدمها عشان أجيب unknown value أو variable موجود في الإلكترونيك سيركت باستخدام بروسيجر معين، تمام؟ فهو زيه زي النودل وزيه زي المش ميثود بستخدمها، ميثود لها ستيبس معينة بتبع هذه الستيبس أو هذا البروسيجر عشان خاطر أجيب الفاليو اللي أنا عايزها. إيه البروسيجر بتاع السوبر بوزيشن؟ السوبر بوزيشن بيأسيوم ان انت عندك في السيركت بتاعتك كذا اندبندنت سورس. لو السيركت بتاعتك فيها كذا اندبندنت سورس ببدأ البروسيجر، بيجي البروسيجر بتاع السوبر بوزيشن هو ان انا بعمل اكتيفيت لواحد من الاندبندنت سورسز دي، بعمل اكتيفيت دي وبدي اكتيفيت كل السورسز التانية واجيب الفاليو اللي انا عايزها، وبعد كده باكتيفيت السورس التاني، باكتيفيت السورس التاني وبجيب الفاليو اللي انا عايزها من خلال انا باكتيفيت السورس ده وبدي اكتيفيت الحاجات التانية، تمام؟ بعد كده ببدا اجمع كل القيم اللي انا جبتها من كل السورسز اللي موجوده. طبعا دي كده كلام ممكن اقراه وبعدين بقول لكم الستبس او على مثال ازاي. طيب البرنسبل اوف السوبر بوزيشن ان اني لينير سيركت كونتيننج مالتيبل اندبندنت سورسز ذا كارنت اور فولتج ات اني بوينت ان ذا نتورك may be calculated as the algebraic sum of individual contribution of each source acting alone. يعني لو عايز اجيب current او عايز اجيب volt موجود في النتورك في برانش معين، بيجي من خلال ان انا بعمل algebraic sum of individual contribution of each source acting alone. يعني بعمل summation لكل لو عايز اجيب current بعمل summation لكل ال current values اللي جات من ان كل source شغال كان شغال لوحده، تمام؟ طيب ال procedure finds the contribution due to only one independent source by deactivating all other independent source. يعني أنا عايز أجيب ال current، يبقى أجيب ال current value من خلال إن أنا بخلي only one independent source شغال وبخلي بعمل deactivating كل ال other independent source، تمام؟ بريبيت فور اذر سورسز وبصم individual contribution تو اوبتين desired فولتج او current. طيب خلينا بس نشوف مثال. طيب لو عندي مثال زي كده في العادي، انا لو جالي مثال زي كده بحله ازاي؟ لو انا عندي سيركت زي كده وقال لي انا عايز اجيب ال V using النودل get ال V جيت الفاليو اوف الفي، هعمل ايه؟ طبعا انا بحل المثال ده باستخدام نودل ميثود او نودل اناليسيس ميثود. انا هحل نفس المثال ده باستخدام السوبر بوزيشن. من خلال حل السؤال ده هنفهم السوبر بوزيشن شغال ازاي، تمام؟ بس عايزين بس نحل الاول بالنودل اناليسيس عشان نشوف ان او نميك شور ان فعلا السوبر بوزيشن بيطلع قيم زي النودل اناليسيس بالظبط. يعني لو النودل اساس طلعت ان الفي دي بخمسه يبقى السوبر بوزيشن هتطلع برضه بخمسه، تمام؟ طيب لو مثال زي كده الاول عايزين نحله بالنودل اناليسيس هنعمل ايه؟ لو هطبق النودل اناليسيس يبقى هستخدم كي سي ال، صح؟ طبق كي سي ال، يبقى هجي اطبق كي سي ال على النودز اللي موجوده في السيركت. ابص على السيركت دي، اول حاجه في النودل اناليسيس اول حاجه بعملها ايه؟ بشوف الريفرنس نود، تمام؟ فين الريفرنس نود؟ دي النقطه دي هنسميها ريفرنس نود اللي بتوصل بالنيجاتيف بتاع السورس. تاني حاجه بشوف النودز اللي موجوده عندي غير الريفرنس نود، بشوف النودز فين النودز اللي هنا؟ النودز هي النقطه دي، بس النقطه دي هي النقطه اللي بتكونكت ما بتوين كذا برانش. ثلاثه بطبق كي سي ال على كل نود. طبعا انا هطبق كي سي ال على نود واحده بس لان انا عندي نود واحده بس، خلاص؟ يبقى الخطوه الثالثه انا بطبق كي سي ال على كل نود. همسك النود اللي هي الموجوده الوحيده في السيركت وطبق عليها كي سي ال. كي سي ال بيقول ايه؟ بيقول الكرنت اللي داخل بيساوي الكرنت اللي خارج.
لو انا عملت اسامبشن الكرنت داخل النود دي كان في الاتجاه ده، ويبقى والكرنت اللي خارج كان في الاتجاه ده، وطبعا كان الكرنت اللي هنا داخل في الاتجاه ده هيبقى ايه؟ هيبقى عندي الكرنت اللي ماشي في البرانش ده، ولنفرض ده كرنت واحد، وده الكرنت اتنين، وده الكرنت تلاتة، هيبقى عندي اي واحد زائد اي اتنين بيساوي اي اتنين بيساوي اي تلاتة. تمام؟ طيب ايه الاي الاي واحد بكام؟ الاي واحد الكرنت 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 اللي موجود في البرانش ده قيمته كام؟ هيبقى عباره عن الفي سورس ناقص في على الاثنين. الفي سورس اصلا عندي ب 10، فيبقى عندي 10 ناقص في على الاثنين، دي الاي واحد. هجمع عليها الكرنت اللي ماشي في البرانش الثاني اللي اسمه اي اثنين، وقيمته اصلا ب2، ومديني في المساله هنا في انا لو طلعت بس في السكرين دي هنا مديني ان الفي سورس ب 10 والاي ب2. تمام؟ فالفي سورس عندي هنا ده ب 10 والاي ب2، خلاص؟ يبقى عندي 10 ناقص في على الاثنين زائد 2، ده الكرنت اللي اسمه اي 2 هيساوي اي 3. اي 3 بايه؟ الكرنت اللي ماشي هنا، الكرنت اللي ماشي هنا بيساوي الفي ناقص الزيرو على الاثنين، في ناقص زيرو على الاثنين اللي في على الاثنين، في ناقص زيرو ليه؟ لان في ناقص ال الجراوند، الفي ناقص الجراوند او الفي ناقص الريفرنس نود. تمام؟ فدي الايكويشن عندي اللي هو الاي اللي داخل بيساوي الكرنت اللي خارج، والكرنت اللي داخل كان عباره عن اي 1 زائد اي 2، كل ده هيساوي اي 3. طيب اي 1 ب 10 ناقص في على 2، اي 2 ب 2، اي 3 ب في على 2، نحل المعادله دي هنجيب قيمه الفي. تمام؟ الفي هنا طلع ب 7، خلاص؟ يبقى هو لو عايز الفي، الفي ب 7، بس هو في المساله كان عايز الفي نود. يبقى الفي نود بكام؟ الفي نود هي فرق الجهد حوالين المقاومه 2، وفرق الجهد حوالين المقاومه 2 بيساوي ايه؟ فرق الجهد يعني من البدايه ناقص النهايه. يبقى ايه؟ هيبقى الفي زيرو بيساوي الفي ناقص زيرو اللي هو ناقص الريفرنس اللي هو هيساوي 7، 7 ناقص زيرو هيساوي 7، فالفي هي هياها الفي نود، خلاص؟ بس يعني الفي زيرو الفاليو بتاعتها في الاخر 7. ده لو ده كسؤال، انت لما تقول ان الفي ب 7 ده كده مش يعني اجابه مش كامله، لازم تقول ان الفي زيرو هي اياها الفي، فالفي زيرو بتساوي الفي ناقص زيرو اللي هي بتساوي 7. ده كده حل السؤال ده باستخدام لو كنت عايز اجيب الفي، فالفي عايز اجيب الفي زيرو وطالب في مساله الفي زيرو، فالفي ايه؟ زيرو بكام؟ ب 7. ده كده حل السؤال ده باستخدام النودل. عايز احل السؤال ده برضو باستخدام السوبر بوزيشن، اشوف في الاخر السوبر بوزيشن شغال ازاي، وازاي في الاخر طلع نفس القيمه بتاعت النودل. طيب لو عايزين نحل المثال ده باستخدام السوبر بوزيشن، السوبر بوزيشن بتقول ايه؟ بتقول دور على الاندبندنت سورسز اللي موجودين عندك، الاندبندنت سورسز السيركلز السيركلز اللي موجوده عندك. هتلاقي عندي هنا ده سيركل وده سيركل، تمام؟ فالاندبندنت سورسز عندي اثنين، دي اول حاجه. اول حاجه بتدور على الاندبندنت سورسز اللي عندك، تاني حاجه بتعمل ايه؟ باكتيفيت واحد فيهم وبدي اكتيفيت الثاني، يعني بخلي ده هو اللي شغال وده مش شغال. دي في الستيب في الستيب نمبر 2 بخلي واحد فيهم اكتف والتاني مش اكتف. طيب وهكرر نفس العمليه دي على ده، هخلي مره ده اكتف وده هو اللي مش اكتف، خلاص؟ فكل مره بقى انا بعمل ايه؟ لو انا جالي دلوقتي خليت الكرنت السورس الاولاني اكتف والتاني مش اكتف، هجيب قيمه الفي زيرو، تمام؟
ولو بعد كده جيت خليت الكرنت سورس هو اللي اكتف والفي سورس هو اللي مش اكتف بجيب قيمه الايه الفي 0 هنا، بسمي دي في 01 لانها مثلا يعني الناتج على الستيب الاولانيه، وبسمي دي في 02 ويبقى الفي 01 زائد الفي 02 هيساوي الفي 0 اللي انا عايزه اصلا. تمام، دي البروسيجر بتاع السوبر بوزيشن. بدور على العدد الاندبندنت سورس اللي عندي، بدي اكتيفيت واحد فيهم، باكتيفيت واحد فيهم، بدي اكتيفيت التانيين، وبكرر العمليه دي على كل السورس اللي عندي، باكتيفيت ودي اكتيفيت، وفي كل مره بعمل بجيب قيمه الفيزور اللي انا عايزها، كل مره بجيب قيمه الفيزور اللي انا عايزها. طبعا لو عندي كان عندي اكتر من سورس، عندي ثلاثه سورس مثلا، يبقى برضو باكتيفيت واحد فيهم بشيل الثاني والاثنين التانيين وبينتج لي الفي زيرو. الخطوه الثالثه ان انا بعمل سمشن لكل الايه؟ القيم دي. بيبقى هي في الاخر القيمه النهائيه اللي انا عايزها. ده البروسيجر بتاع السوبر بوزيشن. خلينا نطبق البروسيجر ده على المثال ده. انا عندي في المساله دي عندي كام؟ عندي كام سورس؟ كام اندبندنت سورس؟ عندي اثنين. يبقى هخلي واحد فيهم اكتف اللي هو الفي سورس، ده هو اللي يبقى اكتف، ولما هو يبقى اكتف يبقى الثاني دي متشال. متشال يعني ايه؟ دي اكتيفيت. دي اكتيفيت يعني ايه؟ يعني اللي هو كان كارن سورس وشيله وحطه ده الاوبن سيركت. تمام، فلو انا شلت الجزء ده، شلت الحته دي وحطيت بدلها اوبن سيركت، ده معناه ان الجزء ده عندي في السيركت مش موجود، خلاص اتلغى. تمام، والسيركت بتاعتي دي بقت بالمنظر ده، هي عباره عن بس عن الاثنين مع الاثنين والفي سورس. دي اثنين ودي اثنين. طيب لو انا عايز اجيب الفي زيرو، نركز، انا دلوقتي اول خطوه بعملها بعد عدد الريسورسز اللي عندي، ثاني خطوه بدي اكتيفيت وباكتيفيت كل واحد فيهم. فانا دلوقتي عندي السورس ده هو اللي هخليه شغال، الفي سورس هو اللي هخليه شغال، والثاني هو ده اللي مش اللي هخليه مش شغال. لما انا خليت ده هو اللي اكتف وده مش اكتف، نتجت للسيركت دي، لان انا يعتبر لما اخلي ده مش اكتف هشيله، فالجزء ده مش هيبقى الجزء ده مش هيبقى عندي في السيركت، هتنتج لي السيركت دي بس. تمام، طيب لما انا بعمل في الستيب نمبر 2 اصلا فيها كذا لوب، يعني فيها بعمل فيها كذا حاجه، يعني بخلي واحد اكتف وبجيب الفي زيرو، وبخلي الثاني اكتف وبجيب الفي زيرو وهكذا. طيب خليت انا الاولاني ده الفي زيرو هو اللي اكتف. تمام، نتجت لي السيركت دي، اجيب الفي زيرو ازاي؟ عايز اجيب الفي زيرو في السيركت دي. الفي زيرو ممكن استخدمه باستخدام الفولتج ديفيجن، هو هنا هو برضو الفولتج ديفيجن بيقول ان انت عايز تجيب الفرق الجهد عند مقاومه، هيبقى عباره عن قيمه المقاومه على قيمه المقاومه دي، قيمه المقاومه اللي هي برضو دي زائد دي لانها سيريز معاها، كل ده مضروب في الفي سورس اللي هو بيساوي 10. يبقى الفي زيرو بكام؟ ب 10 مضروبه في 2 على 2 فالفي زيرو يطلع في الاخر بخمسه. تمام، ده قيمه الفي زيرو لما جيت عملت اكتيفيت للسورس ده، خلاص يبقى الفي زيرو بخمسه. طيب تاني يعني لو انا اجري على وانا في اللوب دي عايزه اخلي السورس التاني هو اللي اكتف، هاجي للسورس ده الاي سورس هو اللي هخليه اكتف، اكتف يعني موجود في السيركت. بدي اكتيفيت اي سورس تاني، بدي اكتيفيت السورس ده يعني المفروض ان انا بخليه ان اكتف. ان اكتف ازاي؟ ازاي الفولتج سورس يبقى ان اكتف او بعمله دي اكتيفيشن، بشيله واحطه ده شورت سيركت. تمام؟ يبقى لو انا بعمل دي اكتيفيشن للكرنت سورس بشيله واحطه ده الاوبن سيركت، لو بعمل دي اكتيفيشن للفولتج سورس بشيله احط بداله
شور سيركت. تمام؟ طيب تنتج لي السيركت دي. كل ده لسه في الستيب 2 في الاتريشن بتاع ان الكرنت سورس هو اللي يبقى اكتف. بخلي ده اكتف وده ان اكتف، تنتج لي السيركت دي. عايز اجيب الفي زيرو. الفي زيرو اللي هنسميها مثلا في زيرو 2 او في زيرو بتاع السيركت الثانيه هتساوي ايه؟ لو عايز تجيب فرق الجهد عند المقاومه طبعا ممكن تجيب الفولتج ديفيجن، او ممكن تقول الفي زيرو بيساوي الاي في الاور. تمام؟ فالفي زيرو بيساوي الاي في الاور. الاي بكام والار بكام؟ طبعا الاي الار زي ما احنا شايفين الار ب2. انا عايز اجيب فرق الجهد حوالين المقاومه دي، هتبقى فرق الجهد هنا هيبقى الفرق الجهد المقاومه ب2. طب الكرنت اللي بيعدي في البرانش ده ايه؟ الكرنت اللي بيعدي هنا لو ركزنا هنلاقي ان الاي سورس ده قيمته ب2، وجي هنا واتجزأ على البرانش ده والبرانش ده. البرانش ده قيمته ب2، المقاومه اللي هنا ب2 والمقاومه اللي هنا ب2، يبقى الكرنت هيتجزأ عليهم بالتساوي. يبقى البرانش ده هياخد واحد والبرانش ده هياخد واحد. تمام؟ يبقى الكرنت اللي في البرانش ده كام؟ قيمته واحد. يبقى هنا واحد. تمام كده؟ يبقى هيساوي 2. يبقى الفي زيرو في السيركت الثانية بيساوي كام؟ 2. هاجي في الستيب نمبر ستيب بعمل فيها ايه؟ بجمع الفي زيرو الفي نود اسمها بقى في نود 1 زائد الفي نود 2. الفي نود 1 كانت ب5 والفي نود 2 كانت ب2، يبقى عندي 5 زائد 2 يبقى بكام؟ ب7. دي نفس القيمه اللي طلعت لنا في النود الاناليسيس. تمام؟ يبقى البروسيجر بتاع السوبر بوزيشن بعد عدد بكاونت النمبر اوف اندبندنت سورسز، باكتيفيت ودي اكتيفيت كل الاندبندنت سورسز، بعمل لوب. وثالث خطوه ان انا بعمل سميشن لكل قيم الفي اللي جبتها من كل من كل سيركت. تمام؟ يعني لو عندي السيركت دي السيركت الاصليه، ولقيت عندي اندبندنت سورس 1 واندبندنت سورس 2، بخلي الاندبندنت سورس 1 ده اكتف وبتنتج لي السيركت دي. تمام؟ واشوف قيمه الفي زيرو هتطلع لي ب5. بعد كده بخلي الاندبندنت سورس الثاني هو اللي شغال، وبشيل السورس بشيل يعني السورس رقم 2 ده هو اللي بيكون شغال. اي سورس موجود تاني غيره بشيله. تمام؟ فيبقى اشيل ده واحط بداله شورت سيركت، وده اشيل واحط بداله اوبن سيركت. طيب وبعد كده بجيب قيمه الفي زيرو في السيركت دي هيطلع لي ب2. ثالث خطوه، يعني دي اول خطوه بكاونت نمبر اوف سورسز، ثاني خطوه بعمل اكتيفيشن ودي اكتيفيشن، ثالث خطوه بجمع كل قيم الفي اللي جات لي. فالفي بتساوي 5 زائد 2 هتساوي 7، نفس القيمه اللي احنا طلعناها في النود اناليسيس. ده البروسيجر بتاع السوبر بوزيشن. طيب لو عايزين نجيب نحل السؤال ده، نركز في السؤال ده عشان فيه هنت معينه مهمه. هو هنا في المثال الثاني بيقول لي فايند الباور اوف ال 12 ريزيستور، يعني المقاومه اللي هي 12 هات لي الباور عندها. تمام؟ طبعا انا مش عارف حاجه غير ان الباور بتساوي الاي في الفي. الاي في الفي. وطبعا بتساوي اي سكوير في الاور. واتفقنا ان انت لو بتجيب الباور عند المقاومه اي سكوير، تجيب الباور عند المقاومه، يبقى اسهل لك ان انت تجيب بالرول دي اي سكوير في الار او في سكوير على الار، لان انت مش هتبقى مضطر تجيب قيمه حاجه واحده بس والار عندك. لو قلت في سكوير على ار يبقى انت مضطر تجيب الايه؟ تجيب قيمه الفي بس. ولو قلت اي سكوير على ار يبقى انت مضطر تجيب قيمه الاي بس. لكن لو قلت اي في في يبقى انت مضطر تجيب الاي وتجيب الفي.
وطبعا انت لو بتجيب الباور عند المقاومه فانت كده معاك قيمه المقاومه، فيعني اسهل ان انت ايه تحاول تستخدم قيمتها. طيب نحل سؤال زي كده ازاي؟ قبل ما نبدأ نحل، متخيلين الحل ممكن يبقى عامل ازاي؟ بعد عدد السورسز اللي موجودة عندي، فأنا عندي السورس ده وعندي السورس ده. تاني حاجة بعمل ايه؟ بخلي واحد فيهم اكتف والتاني مش اكتف. لو خلينا ده مثلا هو اللي موجود والتاني مش موجود، دي في الستيب نمبر 2 الاتريشن رقم 1 هيطلع لي قيمة الباور بكذا، تمام؟ وبعد كده اجي على الباقه للسورس الثاني اخليه هو اللي اكتف والثاني مش اكتف. هتنتج لي برضو قيمه الباور 2، باور 1 وباور 2. في الستيب نمبر 3 ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان انا اعمل سميشن لبي 1 وبي 2. الهنت بقى اللي انا عايز اقول عليها ان انت ما ينفعش تطبق السوبر بوزيشن على باور. السوبر بوزيشن مش بتطبق على باور، السوبر بوزيشن بتطبق على فولت وكرنت بس. يعني لو عايز تطبق سوبر بوزيشن بتجمع في الستيب نمبر 3 دي، بجمع فيها باور بس او سوري كرنت بس او فولت بس. تمام؟ طب دلوقتي انا مش فاهم غير ان يعني بناء على الستبس اللي حضرتك شرحتيها، انا دلوقتي يعني مش اعمل ايه؟ انا عرفت ان ستيب نمبر 1 وستيب نمبر 2 وستيب نمبر 3 دي الحاجه اللي انا اعملها، اعمل ايه؟ يعني هل ده معناه ان هو لو جه قال لي حل يعني هات لي الباور باستخدام السوبر بوزيشن اقول له مش عارف اجاوب او غلط؟ السؤال ده غلط؟ ما ينفعش احل اجيب اي unknown value غير الكرنت والفولت using السوبر بوزيشن. لا طبعا عادي، هو ينفع بس بطريقه ثانيه. خلاص، فالمعلومه الاولانيه اللي محتاج نعرفها ان السوبر بوزيشن بتطبق على الكرنت والفولت بس. لو حصل خلي دي ايه عادي ودي بي، لو حصل وطلب مني حاجه ثانيه غير الكرنت والفولت باستخدام السوبر بوزيشن هقول على الطريقه بتاعتها. يعني ما فيش حاجه اسمها مش هينفع او مش أو مش مسموح ان احنا نعمل حاجه زي كده، لا لها طريقه معينه. خلاص، فاول حاجه لازم تعرفها في الاكزامبل نمبر 2 ان السوبر بوزيشن ما بيتطبقش غير على الكرنت والفولت. ولو جالي وقال لي هات لي طبق لي السوبر بوزيشن جيب لي انون فاليو اللي هو الباور او ريزيستنس او اي حاجه ثانيه غير كرنت والفولت، استخدام السوبر بوزيشن مش هينفع تستخدم ان انت تجمع بي 1 وبي 2 او ار 1 وار 2. تمام؟ ليها طريقه ثانيه. طيب نحل السؤال، يعني ايه الحل الصح للسؤال ده؟ مبدئيا انا لو عندي الفيجر ده وشفت عدد النمبر اوف سورسز لقيت ان هو عندي ال 100 فولت وال 6 امبير، ده اول ستيب. تاني ستيب عايزه اكتيفيت واحد فيهم ودي اكتيفيت التاني. دلوقتي قلنا يعني انا لازم عادي لو طلب مني اجيب الباور باستخدام السوبر بوزيشن، فهمشي بالبروسيدر واشوف بس ايه الحاجه اللي ممكن اغيرها في النص. انا مش هينفع اجمع باور بس هجمع ايه؟ طيب يبقى اول خطوه بعملها ان انا بشوف النمبر اوف فورسز اللي عندي، تمام؟ تاني حاجه باكتيفيت واحد فيهم، خليني مثلا دي اكتيفيت السورس ده. ال 100 فولت، لو عملت اكتيفيشن لل 100 فولت ايه اللي هيحصل؟ هشيل ال 6 امبير، هشيلها واحط بدلها اوبن سيركت، تنتج لي السيركت دي. تمام؟ في هنا اوبن سيركت بدل ال 6 امبير، تمام؟ السيركت دي كتبسيط
هي السيركت دي، لان انا كده البرانش ده كان مش موجود، فانا عندي ال 12 وعندي ال 6. طيب لو انا عندي السيركت دي وعايز اجيب الباور عند ال 12، الباور بتساوي الايه؟ الباور بتساوي، خلينا بقى نقول اي سكوير في ار وخلاص، لان احنا مش عايزين نقول اي في في، اي سكوير في الار، نسميها بقى بي 1. بي 1 لان البي اللي نتجت نتيجه ان انا عملت اكتيفيشن للسورس الاولاني، تمام؟ بي 1 بتساوي اي 1 مضروبه في الايه؟ في الار. الار طبعا ب 2، ب 12، ال 12 هضربها في قيمه الكرنت اللي بيعدي في المقاومه 12 اللي هسميها مثلا اي 1، تمام؟ لو عايز اجيب الكرنت اللي موجود في البرانش ده او في المقاومه دي، الكرنت بيساوي ايه؟ الكرنت بيساوي الفي على ار. الاي واحد، واحد بيساوي الفي على ار. والفي بكام؟ الفي ب 100، يبقى عندي 100 على ال 12 زائد 6، هيطلع لي الرقم ده اللي هو 5.5. الكرنت اللي عند المقاومة 12 بيساوي ال 100 عن ال 100 على 6 زائد 12 بيساوي 100 على 18 بيساوي 5.5. يبقى دي قيمة الكرنت اللي عند ال 12 لما عملت اكتيفيشن للسورس اللي اسمه 100. طيب يبقى الباور بكام؟ الباور بتساوي 5.5 سكوير مضروبة في الايه؟ في ال 12 هتساوي 370. دي ايه؟ قيمة الباور اللي نتجت نتيجة ان انا عملت اكتيفيشن للسورس الاولاني. بس جبتها ازاي؟ جبتها من خلال الكرنت ده. طيب الخطوه الثانيه، نركز مع بعض. الخطوه الثانيه اجيب السورس، اجيب هعمل اكتيفيشن للسورس الثاني، همسك بقى السورس ده هو اللي اخليه اكتيفيت، والسورس اللي كان موجود هنا هو اللي اخليه شورت سيركت، تمام؟ اللي هو ال 100 فولت هو اخليه شورت سيركت، تنتج لي السيركت دي. عايز بقى اجيب الباور عند الاليمنت ده، هسميها باور 2، تمام؟ باور 2، باور 2 هتساوي ايه؟ هتساوي اي سكوير في الار، هنسميها برضو اي 2، اي 2 سكوير في الار. وعايز اجيب قيمه الايه؟ الاي 2 دلوقتي. طيب ال R ب 12، تمام؟ عايز اجيب قيمة ال ID. لو عايز اجيب كرنت، عايز اجيب قيمة الكرنت اللي موجودة في ريزيستنس معينة. طبعا ال I بيساوي ال V على ال R، أو بيساوي إن أنا ممكن أطبق ال Current Division. ده في حالة إن أنت عندك سورس وتجزء. ال Current Source و إيه وال Current تجزء. عندك Current Source هنا تجزء على الاتنين دول. طبعا هو بمجرد النظر كده، لو انا ما طبقتش كرنت ديفيجن اللي هو الرول الكبيره دي، طبعا الرول دي انا هقولها، بس بمجرد النظر انا عندي هنا عندي كرنت 6 اتوزع على مقاومه 12 وتوزع على مقاومه 6، يبقى الكرنت هيتجزا عليهم، بس بحيث ان ال 12 هتاخد 4 وال 6 هتاخد 2، تمام؟ فلو انا سوري العكس، ده هتبقى 2 ودي هتبقى 4، لان دي مقاومه اكبر. خلاص المقاومه الاكبر بتاخد كرنت اقل. وليه 2 بالظبط بالذات وليه 4 مش مثلا 3 او 6 او اي ارقام ثانيه او كده؟ لان دول 2 و4 مجموعهم 6، وال4 ضعف ال2 زي ما ال12 ضعف ال6. خلاص فده يعني ده حل يعني سريع ازاي اجيب الكرنت اللي ماشي هنا، فالمفروض ان انا اضرب في الاخر هنا في 2 سكوير. طبعا هحلها بطريقه ثانيه، بس ايه برضه في الاخر يطلع ب 2 سكوير. طيب الطريقه الثانيه عشان اجيب الباور، الطريقه الثانيه عشان اجيب الكرنت، مش الطريقه اللي هي بسرعه دي، هو ان انا استخدم الكرنت ديفيجن. الكرنت ديفيجن بيقول ايه؟ لو عايز تجيب كرنت عند، لو عايز تجيب قيمه الكرنت عند مقاومه معينه، هتبقى بتساوي قيمة الكرنت الأصلي اللي هو 6
مضروب في قيمة المقاومة اللي انت عايز تجيب عندها الكرنت اللي هي واحد بس مقلوبة 1/12 على 1/12 زائد 1/6، 1/12 زائد 1/6 هيديك في الاخر 2. نتيجة حل الايكويشن دي كلها يبقى 2. يبقى دي طريقة تانية عشان اجيب بيها الكرنت عند برانش او عند ريزيستنس معين او الكرنت اللي عند الريزيستنس دي، تمام؟ فلما الكرنت 2 يبقى ب2 ده معناه ان الباور في الاخر هيطلع بكام؟ ب48. لما انا كنت جايبه بي 1 ب 370 وبي 2 دلوقتي ب 48، هيبقى البي النهائيه بكام؟ البي النهائيه بكام؟ هل هجمع بي 1 زائد بي 2 اللي هي 370 زائد 48؟ قلنا لا، ما ينفعش اقول الباور النهائيه الناتجه من السوبر بوزيشن عباره عن بي باور جاي من كل ستيب او من كل اكتيفيشن ستيب. ما ينفعش اقول بي 1 زائد بي 2، هقول بي 1 بتساوي اي 1 زائد اي 2 سكوير مضروب في ايه؟ مضروب في الاول، تمام؟ طيب تمام كده؟ يعني عشان اجيب الباور بالسوبر بوزيشن ما ينفعش اقول الباور النهائيه بتساوي بي 1 زائد بي 2، ما ينفعش. لو انا قلت بي 1 زائد بي 2 الاجابه دي خاطئه، غلط. اوكي؟ لكن الحل الصح هو ان انا اقول ان الباور بتساوي اي 1 زائد اي 2 سكوير مضروب في الار. كده انا جبت الكرنت من اكتيفيشن معين والكرنت من اكتيفيشن تاني، كده اقدر اجمع. يبقى اللي بجمعه مين؟ الكرنت بس. طيب هل هيبقى في اختلاف؟ يعني حضرتك لما بجمع بي 1 زائد بي 2 370 زائد 48 يطلع لي رقم، ولا افرض 500، هو انا لما بعمل كده مش هيطلع لي 500 برضه؟ لا مش هيطلع، هيطلع لي رقم تاني. خلينا نجرب كده. لما كان عندي السيركت دي جبت منها اي 1 طلع بخمسة ونص، وهنا جبت منها اي 1 اي 2 طلع ب2، هجيب بي 1 هيطلع ب 78، هجيب بي 2 هيطلع ب 48. هقول البي 1 البي النهائيه البي توتال بتساوي 78 اللي هي بتساوي بي 1 زائد بي 2، هيطلع لي بكام؟ ب 418، تمام؟ لكن لو قلت البي توتال بتساوي الاي 1، البي توتال بتساوي دي الاي 1 زائد الاي 2 سكوير مضروبه في الار، هيطلع لي 600 675. الرقم ده مش هو الرقم ده. الإجابة دي غلط، دي الإجابة الصحيحة. أوكي كده؟ يبقى الباور السوبر بوزيشن ما بيتطبقش على الباور. لو قلت لك فايند الباور فاليو أوف ريزيستور معينة أو في كومبوننت موجود في السيركت، أو فايند الفاليو أوف ريزيستنس لكومبوننت معين موجود في السيركت باستخدام السوبر بوزيشن، هتحل بالخطوات عادي خالص. بس مش هنجمع في الآخر باور 1 وباور 2 أو ار 1 وار 2، هنجمع اي 1 واي 2 أو في 1 وفي 2، تمام؟ دي فكرة السؤال التاني. طيب لو عندي السؤال الثالث، وكان عندي بقى ثلاثة سورسز عادي طبعا، يعني احنا فهمنا ان السوبر بوزيشن بعمل اكتيفيشن لكل السورسز اللي موجوده، بخلي واحد فيهم موجود والتانيين مش موجودين فخلاص. بس كان الفكره بس ان السؤال الاولاني والتاني كان فيهم تو سورسز بس، هنا في ثلاثة سورسز. اوكي طيب هنعمل ايه؟ مفيش حاجه خالص. عندي سيركت فيها سورس 1 فيها سورس 2 فيها سورس 3، هو عايز الفي 0. ما
بخلي السورس الاولاني هو اللي اكتف وبجيب كنترول في زيرو دي في ستيب وتاني وبرده بخلي السورس الثاني هو اللي اكتف السورس اللي هو 4 امبير هو اللي اكتف وبجيب كنترول في زيرو وفي الستيب الثالثه بخلي الفي الفولت السورس اللي قيمته 4 فولت هو اللي اكتف وبجيب كنترول في زيرو وبسميها في زيرو 3 وبعد كده الفي زيرو توتال بتبقى عباره عن في زيرو واحد او في نود واحد زائد الفي نود اثنين زائد الفي نود ثلاثه. تمام؟ دي فكره السؤال ده، خلينا نحله كده. طيب هو دلوقتي لو جينا نخلي السورس اللي هو 24 هو اللي اكتف هتنتج لي السيركت دي، هخلي الكرنت سورس يبقى اوبن سيركت وهخلي الفولتج سورس اخليه شورت سيركت. في الاخر السيركت ده تبقى هي دي، يعني ده بشكل ابسط بس بعد ما شلت الايه الحاجتين دول. طيب هيبقى عندي هنا المقاومه 4 مع المقاومه 2 وسيريز مع بعض وبعد كده الفولت اللي اسمه 24 السورس اللي اسمه 24 فولت. هنا هيبقى عندي الفي زيرو، الفي زيرو بارلل مع الاربعه، يعني هي نفس الفولت اللي عند الاربعه. نجيبها ازاي؟ ممكن استخدم الفولتج ديفيجن. فالفي زيرو بتساوي اللي هو نفس الفي اللي عند الاربعه اوم، هتساوي قيمه السورس الاصلي على مضروبه في الاربعه على 4 زائد 2 لان هم سيريز مع بعض، هتلاقي 16. يبقى الفي زيرو 1 بكام؟ الفي زيرو او الفي نود 1 بكام؟ ب 16. دي لما اشتغلت على السورس اللي هو 24 فولت. تمام؟ طيب عايزه السورس الثاني، لو خليت السورس الثاني هو اللي اكتف، السورس الثاني اللي هو 4 فولت طيب لو خليت ال 4 فولت هي اللي اكتف فطبعا التانيين مش هيبقوا موجودين، بس ده مش هيبقى موجود وهتحط بداله شورت سيركت لانه فولت سورس، وده عشان تحط بداله اوبن سيركت لانه كرنت سورس. تمام؟ هما السورس هيحصل لها دي اكتيفيشن، دي اكتيفيشن يعني هي السيركت دي مش تبقى موجوده، بس هشيلها احط بدلها ايه؟ لو هي فولت سورس احط بدلها اشيلها احط بدلها شورت سيركت، لو هي كرنت سورس اشيلها احط بدلها اوبن سيركت. تمام؟ في الاخر هتنتج لي السيركت دي. هيبقى عندي الفي زيرو هو الفرق الجهد اللي عند المقاومه 4 الفي زيرو او الفي نود 2. تمام؟ عشان اجيب الفي نود 2 او الفرق الجهد اللي عند المقاومه 4 ممكن اطبق كي في ال. طيب لو طبقت جي في ال بجمع كل الفولت اللي موجوده في اللوب دي، عندي الاليمنت ده الاليمنت ده الاليمنت ده، يبقى المعادله دي هتبقى فيها 3 اليمنت. الفولت اللي موجود عند المقاومه 2 اسمه هنسميه في 2، والفولت اللي موجود عند الفولت عند السورس ده اسمه 4 عادي 4 فولت لانه اصلا فولت سورس، والفولت اللي موجود هنا اسمه 4 اوم في في ال 4 اوم. طب الفولت بقى اشيله واحط بداله ايه؟ انا بقول عايزه اجمع فولت. طب ماشي، بس قيمه الفولت عند المقاومه 2 اسمه ايه؟ الفي بيساوي الاي في الار، يعني هيساوي 2 اي، وهنا ده هيساوي 4 اي. الفولت عند المقاومه 2 بيساوي 2 اي. هحل المعادله دي، المعادله في متغير واحد هحلها وهلاقي قيمه الاي بكام؟ بسالب 2 على 3. تمام؟ الاي بسالب 2 على 3 يبقى الفولت دي كده خلاص، دي كده الاي اللي موجوده في البرانش ده. تمام؟ يبقى الفي نود 2 بكام؟ بيساوي الاي في الار.
الاي الار ب4 والاي بسالب 2 على 3 هيبقى الفي نوت بسالب 8 على 3. دي قيمه الفي 0 2 او الفي نوت 2. بالنسبه للسورس ده تمام. طب عايز السورس ده بقى هو اللي يكون شغال، هو اللي يكون اكتف والتانيين مش اكتف، فيبقى هو السيركل ظاهره وهنا، وده ده هيبقى شورت سيركت وده هيبقى شورت سيركت. شورت سيركت لانه فولتج سورس. طيب في الاخر السيركت ده تبقى هي السيركت دي، والفي زيرو هيبقى موجود هنا، يبقى هو فرق الجهد اللي عند المقاومه 4 برضو لانه برل معاه. عايز ادور على طريقه اجيب بيها الفولت اللي عند المقاومه 4. طبعا الواضح ان انا هخليه بالكرنت ديفيجن، هيبقى عندي هنا كرنت هنا وكرنت هنا. الكرنت الاصلي اللي هو قيمته 4 اتجزأ عند الاثنين وعند الاربعه. فعايزين نجيب الكرنت تاني لو انا خليت ده اكتف بس، فالسيركت دي لا تنتج لي. وعايز اجيب الفيزيو بتساوي الفي عند الاربعه، الفي عند الاربعه بتساوي الاي في الار بتساوي الاربعه في الاي. عايز اجيب قيمه الاي، استخدم الكرنت ديفيجن رول عشان اجيب قيمه الاي. تمام. الكرنت ديفيجن رول بتقول ايه؟ بتقول ان لو عايز تجيب الكرنت عند مقاومه معينه هيساوي قيمه الكرنت سورس مضروبه في قيمه المقاومه اللي انت عايز تجيب عندها. طبعا كرنت سورس كان ب4 وقيمه المقاومه كانت ب4، فيبقى 1 على 4 هنا، 1 على 4 زائد 1 على الاثنين. تمام. الرقم ده يطلع 4 على 3. بس ليه حطينا سالب؟ لان انت هنا لما باجي عند الكرنت ده جه كده ماشي بالاتجاه ده وهيدخل على المقاومه 4 من الاتجاه ده. تمام. بس اتجاه الكرنت اللي اسمه اتجاه الفولت اللي اسمه في زيرو بوزيتيف نيجاتيف، يعني الكرنت دخل فين؟ دخل هنا من الاتجاه السالب. تمام. هيبقى ال قيمه الكرنت بايه؟ بالسالب. اوكي. فهيبقى الكرنت بيساوي سالب 4 على 3 لانه دخل على الفي زيرو من الاتجاه السالب، دخل عليه من الاتجاه السالب النيجاتيف تيرمينال. طيب ده بالنسبه لقيم الفي نود، قيم الفي نود للاربع خطوات. كان هنا الكرنت بسالب 4 على 3، هيبقى الفولت بكام؟ ب4 مضروبه في سالب 4 على 3، هيطلع لي سالب 16 على 3. بعد كده اجيب الفي نود توتال، هيبقى عباره عن سمشن بتاع كل الثلاث قيم اللي انا جبتها. انا عندي 16 وعندي سالب 8 على 3 وسالب 16 على 3، هيطلع لي في الاخر 8. تمام. ده بالنسبه لو انا جالي سيركت فيها كذا سورس. المعلومه الثالثه اللي المفروض نعرفها في المحاضره دي، اول معلومه كان المفروض نعرفها في المحاضره طريقه التعامل مع السوبر بوزيشن. ثاني معلومه عرفناها ان السوبر بوزيشن ما بيتطبقش على الهاي غير كرنت وفولت، ما بيتطبقش على باور ولا على ريزيستنس. تمام. ثالث معلومه المفروض نعرفها في المحاضره وهو في المثال ده، هو ان لو جالي ديبندنت سورس، لو جالي ديبندنت سورس، الديبندنت سورس ده بعامله كانه هو ريزيستنس موجوده في الدايره، يعني ما اقدرش لا اشيله مره ولا احطه مره. مفيش حاجه اسمها اكتيفيت او دي اكتيفيت الديبندنت سورس. الديبندنت سورس ده بيفضل موجود. لما انا كنت في اي سيركت قبل كده كان عندي مثلا السيركت الاصليه، السيركت الاصليه دي كانت المقاومه 2 فضلت موجوده معايا في كل الاربعه ستيبس، الثلاثه ستيبس اللي انا بقى اكتيفيت ودي اكتيفيت واشيل مره واحط مره والحاجه دي. المقاومه 2 دي موجوده وكذلك المقاومه 4، هي تبقى هعامل الديبندنت سورس بنفس معامله المقاومه، هفضل سايباه مش هشيله خالص في اي حاله من الحالات، بفضل سايباه معايا في السيركت. تمام. ما بعتبرهوش بقى هو سورس وبعمل له اكتيفيشن مره ودي اكتيفيت، ما بشيلوش خالص. هي دي فكره او طريقه التعامل مع الاندبندنت سورس او السيركت اللي هيكون فيها اندبندنت سورس.
طيب يعني لما اجي احل السوبر بوزيشن اعد الاندبندنت سورس الموجوده عندي هلاقي ان هو السورس ده والسورس ده بس، مش هعتبر مش هبص لده خالص. خلاص يبقى انا هعمل كام اتريشن؟ هعمل تو اتريشنز، هاكتيفيت ده وهاكتيفيت ده مره وهشيل ده وهاكتيفيت ده مره وهشيل ده. تمام، هم دول بس اللي انا هشتغل عليهم. طيب خلينا نحل السؤال ده باستخدام السوبر بوزيشن ونشوف هيتحل في الاخر ازاي. هو المطلوب من السؤال ان هو كان عايز مني الاي زيرو، كان عايز الاي زيرو او الاي نود. الاي نود هي الكرنت اللي ماشي في المقاومه 5. تمام، هو برضو هنا 5 اي نود. اوكي، فالاي نود هو ده فاريبل موجود في السيركت. الفاريبل ده بيرفير للكرنت اللي موجود في البرانش ده، وبرضو بيرفير لقيمه الفولت اللي موجود في الاليمنت ده او في الديبندنت سورس ده. تمام، فهو عايز دي قيمه الاي نود. طيب خلينا نحلها بالسوبر بوزيشن، وان انا بخلي السورس ده هو اللي اكتف مره. طيب لو خليت السورس، اللي هو 4 امبير هو اللي ظاهر او هو اللي اكتف بس، هشيل السورس الثاني واخليه واشيله احط بداله شورت سيركت. تمام، هتندوه للسيركت دي. عايز اجيب قيمه الاي نود. اجيب الاي نود ازاي في السيركت؟ بطبق مش اناليسيس. مش اناليسيس يعني بطبق كي في ال. كي في ال يعني بشوف كل اللوب اللي موجوده عندي في السيركت. وبطبق عليها كيف ال. عندنا في السيركت دي كام لوب؟ اللوب 1 وادي لوب 2 او لوب 2 او لوب 3 او نسميها مش 1 ومش 2 ومش 3. تمام؟ هبدا اطبق على كل مش، هعمل معادله على كل مش. دي معادله المش الاولانيه ودي معادله المش الثانيه ودي معادله المش الثالثه. طيب المش الاولانيه بتقول ايه؟ انا عندي هنا اي واحد ده الكرنت اللي بيعدي في المش دي، وهنلاحظ ان المش دي موجود فيها ايه؟ موجود فيها كرنت سورس. واتفقنا ان لما يكون في مش فيها كرنت سورس ما بطبقش كي في ال، ما ينفعش اطبق كي في ال، لان في الكي في ال بعمل سمشن لفولت والالمنت ده ما فيهوش فولت. تمام، فالحل ايه؟ بيبقى الكرنت اللي موجود في البرانش ده هو قيمة الكرنت اللي موجود في الاليمنت ده، يبقى اي واحد بيساوي 4. خلاص، دي بالنسبة للوب الاولاني. طيب بالنسبة للوب التانية او المش التانية الايكويشن، او بعد ما اطبق الكي في ال على المش التانية هعمل سمشن لكل الفولت اللي موجودين في اللوب، فهعمل سمشن للاليمنت ده والاليمنت ده والاليمنت ده والاليمنت ده، سمشن للفولت والفولت بيساوي الاي في الار. لو كان الاليمنت اللي انا واقف عليه قيمته مثلا ب 10 فولت او 10 او 12 فولت بحط قيمته زي ما هو، لكن لو كان ريزيستنس بيبقى قيمته الاي في الار. طيب خلينا نجمع كده، عندي 1 2 3 4، عندي 4 اليمنت موجودين في اللوب دي، فيبقى الايكويشن بتاعتي فيها 4 اليمنت برضو. لو بدانا من المقاومه 2 هيبقى عندي 2 اي 2 2 اي 2 والاليمنت ده هيبقى سالب 5 اي 2 5 سالب 5 اي نود زائد 1 مضروبه في ايه؟ مضروبه في اي 2 ناقص اي 3 زائد 3 مضروبه في اي 2 ناقص اي 1. تمام، دي بالنسبه للايكويشن دي. اوكي، طيب لو عايز اطبق الكي في ال او المش اناليسيس على اللوب الثالثه اللوب 3
اجمع كل الفولت، اجمع الفولت لكل اليمنت اللي موجودين في الميش دي. عندي اليمنت عندي الاليمنت ده والاليمنت ده والاليمنت ده، الايكويشن هيبقى فيها اربعه تيرم. خلاص طبعا دي الايكويشن بتاع الميش الاولانيه، ودي الايكويشن بتاع الميش الثانيه، ودي الايكويشن بتاع الميش الثالثه. الميش الثالثه احنا شغالين فيها دلوقتي فيها اربعه تيرم، صح؟ لو بدأنا من المقاومة رقم واحد هيبقى عندي الواحد مضروبة في الاي 3 زائد 5 اي نود، لان الكرنت طبعا انا عاملة اي 3 فالكرنت ماشي مع عقارب الساعة، فدخل عند الترم ده بكام؟ من ايه؟ من الاتجاه الموجب. كملنا، هيبقى عندي 4 اي 3 زائد 5 اي 3 ماينس اي 1 ايكوال 0. عندي ثلاث معادلات، ثلاث تغيرات احلهم مع بعض هيطلع لي قيمة الاي 1 والاي 2. طيب بعد ما احل التلات معادلات دي واطلع قيمة الاي 1 والاي 2 والاي 3، بسأل نفسي ايه علاقة الاي 1 والاي 2 والاي 3 بالسؤال اصلا، ان هو اصلا كان عايز اي نود. لما بعمل اكتيفيشن بشوف السيركت واجيب الاي نود باستخدام السيركت دي. الاي نود بتساوي ايه؟ الاي نود ايه دلالتها؟ هل بتتجاب دلالة الاي 1 والاي 2 والاي 3؟ ايوه، الاي نود هو الكرنت اللي ماشي في البرانش ده، والكرنت اللي ماشي في البرانش ده عباره عن اي 1 ناقص اي 3. ليه اي 1 ناقص اي 3؟ لانه ماشي في نفس اتجاه اي 1 فيبقى بيساوي اي 1. طيب هل اي 1 على طول يعني بس، ولا اي 1 ناقص حاجه؟ يبقى اي 1 ناقص حاجه، لان البرانش ده كومن بينه وبين مش ثاني، يبقى اي 1 ناقص اي 3. البرانش ده كومن بين مش 1 ومش 3، يبقى الاي 0 هو اي 1 ماينس اي 3. هعوض طبعا بعد ما حليت قيمه، جبت قيمه 1 واي 2 واي 3، هعوض هنا بقيمه اي 1 واعوض بقيمه اي 3، هيطلع لي قيمه الاي نود 1 بكام؟ ب 3 امبير. تمام، اشتغل على ال السورس الثاني واخلي السورس ده هو اللي اكتف. هشيل السورس الاولاني السورس ده واخليه اوبن سيركت. تمام، لما اخليه اوبن سيركت هيبقى الجزء ده كله في السيركت مش موجود معايا. تمام، مش موجود معايا، خلاص تبقى السيركت عندي هي دي بس. لو حصل اوتوبات جي فيل هيبقى عندي اتنين مش بس، مش 1 ومش 2. طيب دي الايكويشن اللي هتنتج من مش 1، ودي الايكويشن اللي هتنتج من مش 2. لو طبقنا مش 1 ومش 2 هنطبقها عادي، بس بعد ما نجيب يعني بعد ما نحل وكده، ايه علاقه اي 1 واي 2 بالاي نود؟ الاي نود بتساوي سالب اي 2. الاي نود 2 اي نود بتاع السيركت الثانيه بيساوي سالب اي 2. ليه الاي نود بيساوي سالب؟ الاي نود هي الكرنت اللي ماشي هنا، صح؟ ماشي بالاتجاه ده. فالكرنت الثاني الاثنين ماشي مع عقارب الساعه، الكرنت نود ماشي عكس عقارب الساعه، يبقى الاي 0 الاي نود بيساوي سالب اي 2. ليه ما قلتش ناقص اي حاجه؟ لان البرانش ده مش كومن بينه وبين اي برانش ثاني، ما فيش اصلا برانشات هنا، كل الجزء ده بتاع السيركت ده اتلغى. خلاص؟ فتاني عشان اخلي السورس اللي اسمه 20 فولت هو اللي اكتف، هشيل السورس الكرنت سورس واحط بداله اوبن سيركت، فالجزء ده كله هيشيل. هبدا اطبق مش اناليسيس او كي في ال على كل مش، هيبقى عندي مش 1 ايكويشن ومش 2 ليها ايكويشن، وبعد كده هلاقي ان الاي نود بتساوي سالب اي 2. طبعا بعد ما احل المعادلتين دول مع بعض هيطلع لي اي 2 بكام؟ فالاي نود تطلع بسالب 5 و سالب 3.5. نشوف المعادلتين، نشوف المعادلتين بتوعنا دلوقتي. انا دي كي في ال ودي المش الاولانيه،
لو بدأت من الـ من الـ من الريزيستنس دي هيبقى عندي 2 اي 2 سالب 5 اي نود زائد 1 مضروبة في اي 2 ناقص اي 3 زائد 3 اي 1 سوري ناقص 1 مضروبة في اي 1 ناقص اي 2 تمام، لان احنا عندنا 2 ميشز بس. يبقى ثاني الايكويشن 2 اي 1 زائد 5 اي نود ناقص 5 اي نود زائد 1 اي 1 ناقص اي 2 زائد 3 اي 1 اوكي. طيب لو عايزين نطبق كي في ال على المش الثانيه هيطلع لي، لو بدانا من الاليمنت ده هيبقى عندي هنا من الاليمنت ده هيبقى عندي الكرنت ماشي مع عقارب الساعه، هيبقى عندي دخل على الاليمنت ده من اتجاه الموجب هيبقى عندي 5 اي نود زائد 4 اي 2 زائد ناقص 20، هو مع يعني نوتد في المثال ان ده سالب فيبقى سالب 20 زائد 5 زائد 5 اي 2 زائد 1 مضروبه في اي 2 ناقص اي 1 لان دي لان ده برانش كومن بينه وبين برانش تاني تمام. دي الايكويشن اللي نتجت من مش 2 ودي الايكويشن نتجت من مش 1 اوكي. طيب لما انا بعد ما حليت مش 1 ومش 2 جبت قيمه اي 1 وجبت قيمه اي 2 وعرفت ان اي نود بتساوي سالب اي 2 هيبقى اي نود بيساوي سالب 3.5 لان قيمه اي 2 طلعت ب 3.5. طيب الاي نود اللي في الاخر بقى بكام؟ نتيجه السوبر بوزيشن الاي نود توتال بتساوي اي نود 1 زائد اي نود 2 اللي هو 3 ناقص 3.5 يطلع لي سالب 48 من 100. خلاص؟ ده بالنسبه للسؤال ده، ودي كانت فكره السؤال الثالث اللي هو ازاي بتعامل مع الاندبندنت سورس. ان انا بتعامل معاه كانه هو ريزيستنس موجوده في السيركت ما بقدرش اغيره اللي بعمل له اكتيفيت ولا دي اكتيفيت. خلاص ده بالنسبه للمحاضره محاضره السوبر بوزيشن.